شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. هاي التور طايره، هاي القديمه طبعا، هاي الجديده هاي تلزم احلال. ان شاء الله خير شباب. هذا الفرخ صار يومين ثلاثه تيطير، هذا رويتكم امهاته بعد السماء ما شاء الله. شباب شو المنظر، احلى وقت هو هسه هذا. شوف اي شباب، رويتكم امهاته، هذا امهاته الطبقه العراقيه على المستورد. اخوه ضاع قبل كم يوم، قبل كم يوم طار ورجع وراها، طار وظلمت الدنيا وما نزل، مع العلم مشكول دمبوس شي بسيط. هذا اخوه يعني صار يومين يطير تحت دمبوسه، بعد ما ادري يضيع يبقى، وبعد هو قناته حياته هذا. طبعا مدى ياخذ جنح الطيور بعده، لكن هذا هو حياته، يعني المفروض ما يضيع معين، بس بعد ما ادري. هاي التور، وهذا الرصاص البطل، ان شاء الله هذا اذا ظل من انا الشهر الرابع ادخله بالسباق. طبعا قعدت اسبوع لان قام ياكل نهار تقريبا، يعني فتحة يطير هواية 5-6-7 ساعات وهو بعد صغير، فقلت ايش يروح حرامات، فقعدت كم يوم، قعدت اسبوع رجعت فتحته، يومين طيرته، المهم يطير يومين ثلاثة هم رجع قاعد، هذا صغير رجع هياته. خل اخذ لكم فرع البيض، ما شاء الله خفيفات. هسه انشر لكم المقطع مع المقيار مالتها، طبعا بيها عيون سود وبيها عيون بيض. بيها شوفوا شباب، بدل اغلبها بدأت يزوجن، يعني احنا زوجات بس كان نتصور بدون احلال، هسه بدن يلز من هاي الكيشونيات، بس مدى يكفيك نص بالقاع. بيها اثنين سود، وهذا البصره البارحه لقيتها بالسطح، ما بي رقم تليفون، فهم دبيته هنا أنا. هاي الباقي مالتها شلون طير، هاي ما شاء الله فذني 70 شباب، ان شاء الله نتوفق بيهن. حلوات اشكال حلوه والوان حلوه بالمطير حلوه، ان شاء الله اقترحوا لنا اذا جلد والله سهل اصباغ انتج جنح من جوا. شوفوا يا لون يعجبكم، احمر ازرق اخضر، انا ميل للاحمر. شوفوا انت اذا تغير لون نتفق ان شاء الله على هذا الموضوع، لان بيض وينصبغ انتج جنح شغله كلش حلوه. فان شاء الله باكر نشوف سالفه هذا الحظر كم يوم، اذا حظر وقعد كم يوم ان شاء الله راح هذا اجيب الدنابيس كلها راح اشكلها وافتحها اليومين. هذا الصغير شباب شوفوا، وهذا هاي الطيور طبيعي، عمل عنده تور خليه يصعد يفتحهن تونس عليهن. اجواء كلش حلوة. يلا شباب ان شاء الله راح انزل لكم هذا المقطع، نزلت لكم مقطع من قبلها، ان شاء الله باكر اذا قاعد هم اسوي لكم مقطع للي بحله. تحياتي لكم شباب، لا تنسون الاشتراك بالقناه وهالامور هاي. يلا شباب تحياتي لكم.